حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور مشعل العلي. بعد التحية دكتور. طبعا تحركات على مستوى المجتمع الدولي تدين انتهاكات نظام الولي الفقيه ضد شعبه، ندوة على هامش مجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى تقرير أممي يفضح ممارسات النظام. كيف ترى أهمية مثل هذه التحركات الدولية للحد من تلك الانتهاكات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا عدوان إلا على الظالمين. نضم صوتنا وصوت أحرار العالم والمظلومين لصوت النشطاء والحقوقيين العالميين ضد هذا النظام البربري الوحشي الهمجي الدكتاتوري الذي قد يذكرنا بضد النظام النازي وما عمله في الإنسانية. فنحن نرى في إيران الحقيقة هذا القمع والمآسي والآلام التي اعتصرها الشعب الإيراني، ولم يكتف بذلك وصدرها لدول الجوار ولدول العالم. ومع هذه البجاحة وغض النظر الدولي عن كذلك هذه الممارسات الرسمية للنظام الإيراني، إلا أنه يفتح المجال له في منظمات الأممية والحقوقية الرسمية في الاتحاد الأوروبي وفي كذلك في مجلس الأمن. والحقيقة الشائن في ذلك أن نرى نعم تفضل في الخارج الإيراني، نرى أن كثير من المنظمات الحقيقة فك قيود النظام الدولي الفقيه في إيران من الشعب الإيراني كمجاهدي خلق وغيره من الشعوب الإيرانية التي تعاني من هذا القمع وهذا الإذلال وتركيز البؤس والألم فيهم. نضم صوتنا إلى كثير من نشطاء العالم وإلى الدول الحرة، كما نرى في موقف الدول الخليج العربي، البحرين، الإمارات، السعودية وكذلك الدول العربية، مصر، في هذه الموقف الحقيقة الواضح للعالم لإبانة هذا الجرم الإيراني الحقيقة المقيت الذي جعل في منطقتنا منطقة الشرق بؤرة للبؤس وبؤرة كذلك لاستغلال الدين أسوأ استغلال ولتشكيك البشرية وعذيتها. لذلك نحن ننادي بصوت مرتفع لأن تتحد الجهود بأن يمنع كذلك وأن يجرم مسؤولي هذا النظام أمام العالم ليتعرى. نحن نرى أن كثير من أعماله التي عملها في العراق، في سوريا، في اليمن، في كثير من مناطقنا، نرى أنه صدر الحقيقة الألم وصدر هذه الدماء وصدر هذه الحقيقة المنظمات التي الحقيقة تسعى بتنفيذ أجندته لأن يجعل الناس في خوض عارمة وأن يجعل المنطقة في دماء ويجعل المنطقة في تمزيق مستمر. نعم، لو نتحدث عن المشهد القادم، المشهد القادم ما هي الخطوات على المستوى الانتفاضة الشعبية في الداخل من جهة، طبعا والتحركات على المستوى الدولي والتي يقودها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من جهة أخرى لكسب مزيد من التأييد الدولي وصولا إلى تحقيق طموحات الشعب الإيراني في التخلص من نظام الوليه الفقيه؟ نحن نرى أن انكشف هذا النظام دوليا وكذلك عرفت المواقف وعاصفة الحزم الذي نراها كذلك من حكومة خادم الحرمين الشريفين في اليمن، ونرى كذلك موقف البطل من دولة البحرين والإمارات ومصر. نرى أن هذا الكشوفات القوية لهذه المنظمات الحقة الوارغة في الإرهاب، ونرى أن هذه الكشوفات موقف وتعرية موقف إيران أنه أصبح الوقت سانحا للمعارضة الإيرانية تقوم بدور أكثر جدية وأكثر الحقيقة ملامسة لواقع الحال. نرى أن هذه الثورة القوية التي شملت أقرب من أكثر من 142 محافظة أو مدينة في إيران دليل على أن الألم اعتصر كل مكونات الشعب الإيراني. فنقول إن شاء الله تعالى الأمل القادم، وكذلك هذه الأيام هي أعياد في شهر مارس، أعياد النيروز عندهم، الحق ستكون إن شاء الله تعالى فاتحة أمل لأن يتحقق لهم النصر على هذا النظام، نظام الملالي المقيت الذي سيرجعنا إلى الوراء قرونا. نعم، إذن كان معنا من الرياض المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور مشعل العلي، شكرا جزيلا لك.